ونبدأ مع فريق غزل المحلة اللي صعد للدوري الممتاز من جديد، وده بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم بملعب بروكسي بالجولة الختامية من دوري المحترفين. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن عن القائمة اللي هتسافر للمغرب، وده استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، واللي هتتلعب يوم الأحد اللي جاي بالملعب البلدي ببركان. شهدت القائمة عودة أوباما مع غياب شيكابالا للإصابة ومحمود علاء لأسباب فنية، بالإضافة إلى الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الأفريقي. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر منح اللعيبة راحة سلبية النهاردة، وده ضمن برنامج التحضير لمباراة بلدية المحلة واللي هتتلعب يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري. فريق ريال مدريد فاز على فريق بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، مستفيدا من التعادل في مواجهة الذهاب. بكده تأهل فريق ريال مدريد للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني. اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اختارت النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اللي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 2-1. فريق كلوب بروج تعادل مع فيورنتينا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024، ليتأهل فيورنتينا للنهائي مستفيدا من الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 3-2. والإنجليزي كول بالمر نجم تشيلسي توج بجائزة لاعب الموسم في البلوز بعد اللي قدمه مع النادي اللندني في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.